في الفيديو ده هعرفك ليه لازم تحول للروم الاندونيسي. هتقولي ايه الروم الاندونيسي ده اصلا؟ هقولك الروم الاندونيسي ده دي النسخة الاي اي اللي بتنزل لاندونيسيا، دي اللي بيبقى فيها الشاومي جايدر او بتاع برنامج الاتصال بتاع شاومي يعني. وده برنامج تحفة، عارفين برنامج تحفة، هبقى اعمل لكم كده لفة عنه. ده برنامج تحفة فنية، حرفيا تحفة فنية. يعني ليه شاومي ما تنزلهوش؟ هقولك مع يعني في اتفاقية كده غريبة. تمام، يعني البرنامج ده فيه كمية مميزات تحفة فنية. هو شاومي ماسنجر ده تحفة فنية يعني، بجانب يعني الفيديو ده هيبقى المميزات بس. تمام، بجانب ان يعني اي عيوب كانت في الموبايل اللي هو البطء بقى، او اللي هو التقطيعات. مثلا بفتح سيتنج زي كده اللي هو ما بتاخدش، يعني يعتبر سريع 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 سريع، ما فيش حوار ان الستين الموبايل ينزل من 90 هرتز 60 هرتز لوحده. لا انسى الكلام ده خالص، انساه مع الروم الاندونيسي. وكمان ان يعني تحديثات الروم الاندونيسي بتبقى اكتر استقرار، يعني مش شرط مع اي تحديث تعمل استعدادات مصنع. هتقولي الكلام ده منتقد مع الفيديو اللي فات، هقولك عارف، بس الكلام ده كان يعني بمعنى كلي للجلوبال، النسخة الجلوبال او النسخة العالمية اللي هي بتكون الناس كلها بتحول منها. تمام، هقولك برضو يعني ليه اشمعنى اندونيسي. هقولك الاندونيسي في كل مميزات الجلوبال وزيادة، بس لا يعني بشرح بسيط، يعني هيبقى ليها فيديو برضو معين. تمام، يعني الاندونيسي حلينا مشاكل بالهبل. عارف الاب درور اللي هو لما بترفع لفوق؟ كان عندي بس انا لغيته يعني دلوقتي، بس يعني لما كنت فعله كان تلاقي مره واحده تلاقي البتاع بيطلع سلو موشن فريم كل ثانيه، تلاقي كده كانه كده اهو اللي هو بيظهره سلو موشن، وتلاقي كده كانها بتقطع تك 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 حرفيا. وكان برضو نفس الكلام ده بيحصل في اللي هو ده، اللي بيحصل فيه نفس الكلام ده، تلاقيه مره واحده بينزل سنه 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 وبعدين بيظهر مره واحده. ده كان بيحصل في الجلوبال عندي وكان قرب. وبرضو حللي برضو مشكله اللي هو جوجل دايلر، اللي هي المشكله العظيمه اللي قلت لكم عنها، اللي هي المشكله بتاعه ان انا لما بطلع من المكالمه ممكن يطفي. ده اتحلت كمان، يعني اتحلت بكل سهوله في الروم الاندونيسي عشان الشاومي جايدر. بصراحه برنامج تحفه فنيه، فيعتبر دي مميزات اسمه ده الشاومي جايدر. يعني مش مميزات الشاومي جايدر، معلش بس ما اتلخبطت عادي. دي مميزات الروم الاندونيسي، بيحل لك المشاكل اللي موجوده في جلوبال، تحديثاته بتبقى اكثر استقرار، بيحل لك مشاكل مثلا لو عندك مشكله في الصوت او الكاميرا او الكلام ده كله اتحل. اي نعم هو اتحل عندي بعد ضبط المصنع، بس انا برضو حولت الروم الاندونيسي عشان كان عندي مشاكل تانية. اي نعم هي كانت مشاكل طفيفه يعتبر بالنسبه لاي حد، بس يعني اتحلت معايا. اولا كان يعني ممكن تلاقي كل شويه، مش كل شويه يعني، انت متخيل الموبايل ده قعد من لحد واحد في المية بطلت 1% شغال ببجي من غير ولا دروب فريم بعد حولت الاندونيسي. وقبل ما حول الاندونيسي كان اي نعم شغال، بس لو سكوت يعني مثلا بتوع ببجي عارفين الحوار ده، لو سكوت بش عليك ممكن تلاقي دروب فريم. كان بتحصل في جلوبال، لكن الاندونيسي لحد اخر 1% لعبت من على الموبايل، وهو 40% بس لحد 1% قعدت بتاع حوالي 3-4 ساعات لعب، يعني بل ما دروبش فريم ولا مرة، حرفيا ولا مرة. وانا ضغط على الموبايل وشغال 60 فريم، واحنا كلنا عارفين كان ان هو 40 فريم، وهو نزل اصلا في 12.5 60. تمام، بس دي يعني كانت شرح في الايجاز كده مميزات الاندونيسي. بس هيبقى لي في فيديو تاني عيوب الاندونيسي، وفي فيديو تاني هيبقى في اشمعنى الاندونيسي. تمام، بس بيساوي بقى يعني.